نتكلم عن الصور، لسه الصور بنتكلم عنها، بس هنتكلم دلوقتي عن الصور والرسومات والتخطيطات في إطار واحد، إطار الصفات، كلهم بيشتركوا ببعض الصفات. تعال نتكلم عنها، تعال ندرج هنا بعد كلمة دبي إيه صورة من الصور اللي عندنا، ونقول له إدراج لو سمحت تدرج لي صورة من ملف، ونتكلم عن الصورة، نحط مثلا صورة الإيه اللي هي الحاجة الجديدة المائية دي اللي عاملينها أطلانتيكا أظن اسمها. أوكي، ونبتدي. الصورة دي كبيرة قوي، أول حاجة كبيرة عايزين نصغرها. نصغر الصورة، نصغرها إزاي؟ من اللي أنت شايفها الماسكات دي اللي بتتكلم اللي في الجناب، نقدر نصغر. لو جينا هنا أدي نصغر كده، أدي نكبر. أوكي ماشي الحال، عايزين نصغر كده، أدي نصغر كده نصغر، بس كده نصغر بنبوظها، كده هنبوظها. لا احنا عايزين نتراجع ليه؟ احنا دايما نحرص ان احنا لو صغرنا، لو كبرنا العرض نكبر مع الطول بنفس الايه بنفس النسب، عشان من ايه ما نبوظش الصوره. اوكي، فمن هنا نقدر نعملها بالماوس مانيوالي يدوي يعني. طب ولو عايزين نعملها بالظبط، قال لك لا بالظبط تضغط عليها دبل كليك، او تروح لقلنا باليمين وتقول له تنسيق صوره، وتروح تقول له الحجم. ومن هنا بقى في الامتحان دايما يجيب لك يقول لك اعملها 7 سم 6 سم، من هنا اللي بتحطها بالظبط. طبعا لو قلنا دي 13 نقول له احنا عايزينها مثلا 7 سم، ونيجي على العرض، نيجي نشتغل في العرض ليه اوتوماتيك غير ليه؟ لان عامل تامين نسبه الارتفاع للعرض. يعني ازاي هتصغر هنا هتصغر هنا، زي ما تكبر هنا هتكبر هنا. لو عايز تقول له لا مالكش دعوه انت واعمل لي زي ما انا بقول لك، شيل دي عشان ما يغيرش، وقول له لو سمحت انا عايز 5 سم، ادي 5 واكتب سنتي لو عايز، وتعالى هنا قول له كمان دي عايزه 5 سم. الله ده ما غيرش، ما هو ما غيرش عشان انت شلت التامين. قول له 5 في 5، ادي 5 في 5، وقول له موافق كده، غير لك غصب عنه الصورة اللي انت عايزها بالابعاد بتاعتك. يبقى اتعلمنا ازاي دلوقتي نغير الايه، خلينا نخلص من دي، نغير ايه الـ 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 الابعاد والحجم بتاع الحاجة. طيب تعالوا نشوف بعد اذنكم كده، نروح مثلا لاطار، نشوف المستند الثاني وليكن دوكيومنت 2. خلينا نروح تاني الدوكيومنت اللي بعديه، ادي دوكيومنت 3، ادي اهو، وادي صورة من الصور دي مثلا امي، واجيب اليمين واقول له النسخ، واروح عندي في الايه في الاطار الاولاني ده اللي انا شغال فيه. فين اللي شغال فيه يا جماعه؟ اللي هو اخر واحد هو، واللي هو الليريوم اوبس. وبرده ايه نفس الشيء، اروح حاطط هنا اللصق، خلاص نفس الشيء، التكبير والتصغير نفس الشيء يا جماعه، او اضغط على الحدود مرتين واقول له لو سمحت انا عايز الحجم زي ما احنا قلنا مثلا هو 7 سم. هو ما بيفرقش، ما بي ايه ما بيفرقش، اقول له موافق عشان نشوف ادي بهذا الشكل كبر. ماشي الحال. يبقى اللي بيحصل حتى التخطيط، يعني لما نيجي نقول فاكرين التخطيط اللي احنا عملناه، شوف التخطيط موجود في انهي واحد، موجود هنا اهو التخطيط، التخطيط لا مش موجود هنا، الاطار الثاني التخطيط ده، التخطيط اهو، هاجي هنا باليمين ادي كوبي نسخ، واجي عندي في الـ في الـ في, الـ في اي مكان واقول له دلوقتي لصق، ادي لصق، برضه التكبير والتصغير نفس الشيء، باجي عليه واكبر واصغر منه هو، او اجي باليمين واقول له تنسيق كائن، وهلاقي هنا الحجم اقدر اكبر براحتي واصغر. بدأ التكبير والتصغير، ها موافق، ولو عايز ايه الغي التامين ده عشان اكتب اللي انا عايزه، اعمله الحجم اللي انا عايزه، انا احر. ماشي الحال. يبقى ده التكبير والتصغير. تعال نروح عشان نلحق، لان الموضوع فيه كلام كتير. لما ادرجنا الصورة دي بقى في حاجة تانية غير ان احنا غيرنا الحجم، بقى في حاجة ايه؟ المكان ده فاضي بقى شكله وحش مش كويس، انا عايز هنا كلام وهنا كلام، عايز هنا كلام وهنا كلام، يملى الكلام بيبقى شكله حلو، لان انا الكلام يعني شوف انت بتتكلم عن حاجة جنبيها الصورة اهو. ليه كده؟ قال لك ده بيسموها التفاف النص، انت عامل هنا التفاف النص مع سطري، يعني الصورة على نفس السطر مع الكلام، لانك انت ادركتها بعد دبي. طيب في ايه خيارات تانية؟ تعالى ونشوف باليمين على الصورة وقول له تنسيق صورة، ونشوف ايه التخطيط اللي انت عامله. في سطري في حاجة اسمها مربع، ايه مربع؟ هيعتبروه لك زي ما انت شايف، هيعتبروا ده مربع، ويخلي الكلام حواليه. هي دي اللي انا عايزها، هي دي، اوكي ادخل هو عليه وقول له اوكي موافق. ادي هو مربع جميل جدا، والكلام حواليه من هنا وحواليه من هنا. هو ده اللي انا عايزه. لكن انا كنت عايز ناحية اليمين الصورة. ماشي الحال. تعالى باليمين، باليمين على الصورة هو، بس تكون ثابتة، وباليمين يا سيدي، او دبل كليك عليها وتقول له لو سمحت انا عايزين التخطيط، وعايزين لا احنا عايزين ناحية اليمين الصورة، وتقول له موافق ادي ناحية اليمين، لا انا عايزه ناحية اليسار. الله خلاص، يعني هات يسار، خد ناحية اليسار، لا انا عايزه في وسط الحاجة، في وسط بالظبط الفقرة باليمين، وقول له في وسط الفقرة، وسط الفقرة.
اوكي وسط الفقرة. لا انا عايز احطها بمزاجي، حطها بمزاجي، شيلها وحطها، انت حر. ما بقتش في وسط دلوقتي، بقت اخرى. تعال نشوف التخطيط بقت ايه. اخرى لانك انت مش عارف. اوكي في ايه تاني؟ في حاجة اسمها ايه؟ في حاجة اسمها ايه؟ تعال نشوف التخطيط. مشدود، سيب المشدود شوية هنتكلم عنه. ولكن في حاجة اسمها خلف النص. يعني ايه خلف النص؟ دي موجودة لكن ورا النص. في نص امامها، شايفين النص اللي امامها؟ عايزين نظهره اكتر، خلينا نعمله بالخط الابيض عشان نوريكم ان في نص قدامها. خلاص ادي شايفين في نص امامها اهو. عايزين نتراجع عن الخطوة الاخيرة، كنترول زد، ادي كنترول زد. خلاص فدي امامها. طب لو خلفها، خلف النص ده خلف النص، طب عايز امامها، مش هيبان النص، بس للعلم نقول له هنا معلش التخطيط، وقول له دي امام النص وموافق. فهذه الحالة تقدر تشيل دي وتحطها في اي مكان، ما فيش مشكلة لانها قدام النص. المهم طيب ايه المشدود؟ المشدود ده تعال نشوف المشدود ايه. اوكي تعال نجيب صورة من الصور. خلاص فاكرين نجيب صورة من الصور ونحطها في اي مكان هنا. تعال ادي صورة اهو، نجيب صورة وردة في النص، صورة وردة خاصة عاملينها، مش خاصة، موجودة في الانترنت، صورة من ملف. ادي الصورة من ملف، ادي الصورة دي صورة وردة. لكن شايف صورة الوردة دي في خلفية بيضة. نفترض ان انا عايز اشيل الخلفية البيضة، اشيل الايه؟ الخلفية البيضة. طيب هنشيل الخلفية البيضة ازاي؟ تشيل الخلفية البيضة هقول لك دلوقتي. اوكي دلوقتي موضوع الوردة دي ايه؟ على السطر زي اللي فاتت. غير موضوع الوردة، ادي وردة تخطيط. اوكي واقول له مربعة، واقول له موافق عشان يجي الكلام من الناحية دي والناحية دي، شايفين اهو. اوكي هيعتبرها ايه؟ مربعة. تعالى خليها في الوسط كده عشان نشوف شكلها ايه لما تكون مربعة. اوكي تاني ادي هو، اقول لو سمحت انا عايز تخطيط مربع. اوكي واشيل ورده بس احطها ايه في اي مكان انا عايزه. معلش راحت فين؟ اوكي بيشتغل بمزاج الكمبيوتر. نعم ادي هو الورده اهو، واعمل لها انقلها لمكان تاني. اوكي عامه ادي هي، ولا لو سمحت انا عايز التخطيط سطري مع النص. ادي ظهره سطري مع النص، هنقلها من مكان. اقول له لا انا عايز مش هنا، انا عايز تحت شويه هنا. خلاص ادي هو دلوقتي. اقول له لا انا عايز دلوقتي ان التخطيط يكون مربع، يعني يكون الكلام حواليه. فانتوا زي ما انتوا شايفين هتشوفوا دلوقتي الكلام حواليه اهو. طيب عايزين نشوف ايه مشدود. مشدود بيقول لك ايه مشدود دي؟ تعال نشوف ايه مشدود. مشدود بيقول لك لو كان الشكل مش منتظم، مش مربع، لو كان الشكل فيه دواخل، شايف الدواخل دي؟ خلاص مكان فاضي ام لا؟ ينفع؟ طبعا ينفع، بس ازاي هنعمل شكل مش منتظم؟ في شكل مش منتظم في الـ في الـ في الـ في الانترنت طبعا في. نفترض انا جيت، انتوا شايفين ده عباره عن ايه؟ عباره عن ورده لكن حواليها ابيض. ايه الابيض ده؟ الابيض ده ممكن نخليه شفاف، ممكن نشيله خالص من الورده، فالورده بتبقى على هذه الحدود فقط. ازاي نقدر نشيله؟ ازاي نعين اللون الابيض لون شفاف؟ تعال نختار ازاي علي اعين لون شفاف. اول حاجه اختار الورده واظهر لي شريط ادوات الرسم، الصوره اسف، اهي ظاهرة اوريدي اللي هي عندنا ده. هتلاقي شايف القلم ده بيسميه تعيين اللون الشفاف، اضغط عليه واختار لي اللون الشفاف. دلوقتي خلي بالك ان الوردة دي بقت وردة حمراء وده شفاف، المفروض يظهر اللي تحتيه. طب ازاي مش ظاهر اللي تحتيه؟ عايز يظهر اللي تحتيه، اضغط عليه في اليمين وقول له دلوقتي انا عايز التخطيط فوق النص، امام النص. نقول له موافق. ظهر اللي تحتيه ولا لا؟ ظهر اللي تحتيه. طب دلوقتي انا عايزه مشدود، مشدود دي يعني ايه؟ الكلام من حواليه يجي ولا لا؟ طبعا يجي. اضغط عليه مرتين اهو، قول له لو سمحت انا عايز التخطيط وعايزه مشدود، وقول له موافق. ايه اللي هيحصل؟ الكلام جاي حواليه، يبقى ده بيتشد النص وبيملى الفراغات اللي موجوده حوالين الصوره، مش زي مربع. تعالى دلوقتي نشوف الفرق بينه وبين مربع، دبل كليك ونقول له تخطيط ونقول له مربع، هيعتبرها كمربع بدون حاجه فاضيه، او نقول له يمين ونقول له تخطيط ونقول له عمليه مشدود ونقول له موافق. لكن المهمه الاساسيه ان انا افضي الجزء اللي حواليه عشان يعتبره فاضي ويملاه. ماشي الحال؟ تعالوا نشوف، معلش عفوا، ونروح لتخطيط تاني ونشوف. اتعلمنا في الدرس ده ازاي نغير الحجم، وتعلمنا ازاي نغير التخطيط. تعالوا نتعلم بسرعه ازاي نعمل حدود للصوره. حدود للصوره، تعالوا نشوف كده صوره زي دي عايزين نعمل لها حدود خارجيه. اضغط عليها مرتين، اضغط عليها مرتين، وقول له لو سمحت انا عايز املى اللون الخط واخليه بلون مثلا وليكن احمر، واخليه تخين شويه سميك شويه، واقول له مثلا كده هيروح عامل لي الايه الصوره بتاعتنا اللي هي بهذا الشكل.
نقول اللون التعبئة هنا الفاضي شفاف، لو انا عايز اعبي اللون اللي هي في الفاضي ده اعبيه، هنا بيختلف بقى شايف. انا اقول له الوان اللون بلا تعبئة، اقول له لا انا عايز اعبيه ايه، اصفر. شوف ايه اللي هيحصل، هيعبي ايه الاصفر، تعالى هيعبي الاماكن الفاضية اللي احنا قلنا عليها دي، فاضية وشفافة صفراء، خلاص مفهوم. تعال نضغط عليها مرتين، نقول له لا انا عايزها ايه بلا تعبئة، عشان نقدر ايه نكمل ندي المثال اللي هي بتاع عملية مشدود عليها. اتعلمنا في الدرس ده ايه، ولسه هنتعلم تاني، اتعلمنا في الدرس ده ايه، ازاي نغير حجم الصورة، ازاي نغير موضوع الصورة والتفاف النص حولها، ازاي نغير حدود الصورة، ازاي نعبي الصورة او الرسمة الوان اخرى. وهنتقابل في الدرس القادم، لان لسه الكلام عن الصور والرسومات كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.